اليوم رانا فرحانين بزاف، رانا هنا في بلديه سيت صافي، احدى البلديات يعني تاع الجزائر العميقه. شفتوا الشباب كي راه فرحه اليوم، كره القدم الجواريه، تنشيط الرياضه ما بين الاحياء، الهدف اللي تسمى به الدوله الجزائريه. وشكرا لولاد سيت صافي، الله يحفظهم، شكرا الله يحفظهم. والله الا فوتي، والله الا فوتي، والله الدولي والفنانين، تصفيقا من عندنا محاضرة لولاد
هكذا الرحمية يبقى الخطر.
رانا هنا في هذه البلديه سيد صافي باش ننظموا هذه الدورات باش نبعدوا على الافات الاجتماعيه، والحمد لله كاين منظمين داروا لنا هذه الدوره بكل 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 معايير ثقيله، وفوتنا هذه الدوره والحمد لله يا ربي. وجاونا ناس بالزرقاء وكاع لي زونسيا جوار تاع لامسيو وفوتناها غايه الحمد لله يا ربي. طلعها هي طلعها ودينا لاكوب وان شاء الله يا ربي نعاودوها باش نبعدوا على الافات الاجتماعيه ان شاء الله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر كل من ساهم في هذه الدوره، الاخ صافي فؤاد صابري جماعه بلا ما ننساهم كاع، وجماعه اللي راهم حاضرين قضاء قضاء الراديوس وشعب والشاشره وليزونسيان. حنا نطلبوا ان شاء الله من الشاف دائره الوالي يدعموا هاد الشباب يفيدوا بعدا بها الافات الاجتماعيه، خير ما الشباب يروح يدير مخدرات ولا حاجه واحده اخرى. كما قال لك هاد التلوى راه علامتنا كاع، ورانا كاع خاوه خاوه دورا في هاد الشابه والحمد لله يا ربي. الشباب داعت بسبب نقص المنشآت الرياضية، نتمنى من الوالي ومن رئيس دائرة وشباب ورئيس دائرة رئيس بلدية سيد صافي يوفروا لنا هذه الشروط وفي أقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. كما قلت خويا ماذا بنا هاد الدورات كما يقول لك يزيدوا ينظموا لنا دورات واحد اخرين، وهاد كرة القدم تبعدنا على تبعد الشباب على الافات اللي راها صاريه الافات اجتماعيه وكاع، ونتمنوا كما قال لك نتمنوا يخدموا لنا لي ستاد باش زعما الشباب يزيدوا يمارسوا كرة القدم. وهذا هذه بلدية سيد صافي كما قال لك خزان فيها لاعبين كبار ولاعبين موهوبين، كما قال لك نتمنوا باش يخرجوا لنا كما قال لك دي جوار منا وهكا يشرفوا بلدية سيد صافي.